السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة محمود رقية. اليوم إن شاء الله غنوجد معكم واحد الحلوة اللي كتجي زوينة، أو الطورطة كتجي زوينة كنفرحوا بها وليداتنا ونفرحوا بها حتى حنايا. سهلة، اقتصادية، وكتجي زوينة البنات. ونمشيو دابا نعرفوا نشوفوا المقادير ونشوفوا طريقة التحضير ديال هاد الحلوة. خليكم معايا. هنا البنات غادي نحتاجو 5 البيضات، ونحتاجو كاس وربع ديال سنيده، ونحتاجو 2 ساشيات ديال الكاكاو، وفاني ساشي ديال الفانيا وحده، وخمارة وحده، هادشي غنحتاجو، وجوج كيسان ديال الدقيق. هنا درت 2 كيسان ديال الدقيق. غادي نغربل عليهم هاد الكاكاو، وغادي نبداو ان شاء الله. بسم الله. اللي باغي ما يديرش، اللي ما بغاش يدير الكاكاو ما يديرش شي نكهه اخرى بحال القشور ديال الحامض ولا الخماره. حتى هي نغلوها هنا باش نخلطوا كلشي مع الدقيق. صافي كنخلطوا هادشي بحال هكا باش ينسجموا النواشف كاملين. صافي نحطهم على الجنب، وغنجيب نجيب شي الماء فاش نخدمو، الإناء فاش نخدمو باش نديرو البيض ديال ها. غنديرو هنا كما قلت لكم 5 البيضات، نديرو سنيدة كاس ربع. أنا عندي البنات هاد الكاس، معبرتش بدي العلبة، عبرتها بهذا. المهم الكاس لي عبرتو بيه زعما ديروا 5 البيضات، ديروا كاس العنبه. هذا انا درت هو قريب لكاس العنبه، راه ناقص غير واحد شويه على كاس العنبه. يعني انا درت بحال القياس ديال كاس العنبه هنا، واخا انا ناقصه هنا معلقه، راه زدتها انا فهاد ربع، يعني بحال كاس ديال العنبه انا درت. انت انا موالفه نخدم معكم بكاس العنبه، هذا ما عبرتوش بالكاس ديال هذا. ديرو الفاني، ونجيبو الدراب ديالنا، دابا البنات هاد الخليط غنبدا نضربو فيه تي دوبل لينا الخليط ويبيض، تيبان لينا هاد يولي بحال كريمي. صافي عاد غنرجع معكم. نتمنى بحال هادي الكريم غادي كيعقد. صافي دابا غادي نحيدو غادي نحيد الضراب، وغادي نجيب شي معلقه خشبيه ولا شي المهم شي اداه بحال هكا باش نحركو. بسم الله. غادي نبدا نزيد الدقيق، غادي نبدا نزيد البنات الدقيق، ونبدا ندور ونبدا نحرك شويه بشويه باش ندخل هذاك الدقيق ديالي. من ندخلو الدقيق عاد شويه بشويه، منو ما نهرسوش ما نخرجوش نخرج هذاك الهواء اللي درناه بالطراف. نبدا نخلطو بحال هكايا. نسيت البنات واحد القفصه ديال الملح نسيتها، غادي ندير واخا تعطلت عليها غادي نديرها هكايا رشيشه وصافي، ماشي شي حاجه نسيتها. نتوما ما تنساوهاش ديروها مع السنيده والبيض، انا نسيتها. صافي غادي نبدا ندورو بحال هكايا، ندورو لجهه وحده بحال هكايا شويه بشويه حتى ندخلو الدقيق ديالنا كامل. نتوما بحال هكايا شويه بشويه علينا باش ما نهرسوش هذاك، باش ما نخرجوش هذاك الهواء، داك الهواء اللي درناه بالطراب باش ما يخرجش لينا. كنبقاو مستمره بحال هكايا تندخل الدقيق ديالي كامل. انا البنات هنا درت 2 كيسان ديال الدقيق، المهم الا شاط ليا، المهم باش ما اللي دخلتها في ديال الدقيق هنا غنقول لكم. المهم انا هنا راه درت 2 كيسان
الكيسان اللي عبرت بهم السكر البنات هو اللي درت بهم. وكما قلت لكم البنات هذه الجينواز راها كتجي هكايا، يعني هذه هي الطريقه المعتمده. فايت صورتها معكم فايت درت معكم بها التورته البارده، درت معكم بها التورته البارده، راه كاينه في القناه بغيت نحط لكم الرابط ديالها نحطو لكم. وهذا والدقيق على حسب البيض وعلى حسب هذا. المهم انا درت هنا جوج كيسان، دابا انا غنشوف شحال دخلت ليا باش ما كان نعبر ونقول لكم شحال. قلت لكم البنات اللي ما باغاش دير الكاكاو، اللي ما عجبهاش هكا دير الكاكاو دير غير قشور ديال الحامضه، حتى هما كيجيو فيها رائعين وكيجيو زوينين وكيعطيوها النكهه، ما كتبقاش في داك شي حاجه باش نكهو، باش ما تبقاش في داك السفوريه ديال البيض. شفتوا البنات بحال هكايا، صافي كنبدا نخلطو بحال هكايا، وهي كتجي شويه تجي كتبغي شويه تجي خفيفه، شويه خفيفه ماشي تاني خفيفه بزاف. صافي كنستمروا بحال هكايا حتى ندخل الدقيق ديالي كامل ونرجع معكم. صافي البنات ها هو الخليط ديالنا كيبقى هكا، انا دخلت داك جوج كيسان البنات كاملين، هانتوما شفتوا الخليط كي كيبقى، هانتوا القوام ديالو كيبقى بحال هكا، هانتوما الا كتبتوا به شي حاجه كيبقى هكا شتي، يعني هذا هو القوام ديالو. او ثاني على حسب البيض، اذا كان البيض كبير راه يقدر تدخلوا جوج كيسان ونص، اذا كان مويان دخلوا جوج كيسان، وجوج كيسان زائد المعلقه ديال الكاكاو راه بحال جوج كيسان ومعلقه. ومهم عينكم ميزانكم، هانوريتكم القوام ها هو كيبقى على هذا القياس هذا. صافي والمول ديالنا ها هو، انا درت هذا المول، انا دهنته بالزبده ودرت ليه الدقيق. صافي دابا غادي نخفو فيه الخليط ديالنا وندخلو للفران. واحد الفران ديالو كيدير، كاين الفران اللي يكون مجهد العافيه ديالو كتحرك، ولا كان الفران كيحرك فرشوا ليها البنات لاطا طاوة صغيره ولا شي ماقله بحال هكا، حطوا فيها الطاوة باش ما تحركش ليكم من تحت. دابا نطيطيب الكيك ديالنا ونرجع معكم وندوزو نصاوب، غندوز نصاوب الكراميل ديالنا باش غنحتاجوه لهاد الجينواز. هنا البنات غادي نصاوبوا الكراميل، غادي نبداو. دابا انا درت هنا، انا درت كاس وربع ديال السنيده، قسمتهم نص درتو ونص باقي، درت كاس وربع. غادي نبداو هاد النص اللي درت هنا غنخليو حتى يبدا يذوب وغنبدا نحركوه. انا فيت قدمت معكم طريقه واحده اخرى، ولكن هذه سهله بالنسبه للبنات اللي كتحرق ليهم، الكراميل هنايا كتكون شويه سهله، حتى الا كانت بقات عندنا شي حبيبات وشحال كنطحنوا. المهم انتم في معايا حتى الاخر، باغي يبدا يذوب ونرجع معكم. دابا البنات ها هو الكراميل ديالنا بدا كيذوب، حنا غادي نحركو بحال هكايا. الا كانت شي حبيبه ديال السكر نوركو عليها باش تذوب، شتي كتلات ديال السكر بحال هكا مجموعه نوركو عليها باش تذوب. وغادي نزيدو السكر اللي بقى، غادي نزيدو هادشي اللي بقى الاخر ديال السكر، يعني درت كاس وربع كما قلت لكم. وغادي نحركوه كاس وربع، وقسمتو نص درتو في الاول ونص زدتو دابا بحال هكا، كنبقى نحركو. هكا ما غاديش تحرق لكم، حيت كاين البنات اللي قالوا لي راه كتحرق لينا بحال هكا، هاد الطريقه سهله ما غاديش تحرق لكم. بالنسبه للبنات اللي مبتدئات وبالنسبه للسيدات اللي ما كيصوبوش هادشي ديال هكا ديال الكراميل ما كيصدقش ليهم، المهم هادي طريقه سهله باش يصدق. هكايا كتبقاي تحركيها نتوما البنات كتشوفوها، نتوما بقى في حتى شي حاجه ديال السكر محبب زعما داك التكويرات ديال السكر، نتوما كتشوفوا. دابا نبقى نحركو فيه بحال هكا حتى كيذوب لينا مزيان. صافي البنات ها هو الكراميل ديالنا داب. دابا غادي نحتاجو واحد المعلقه ديال الزبده، ها هي المعلقه ديال الزبده البنات، غادي نزيدها. غادي انا درت معلقه كبيره، نبقى نحركو ها
خرجتو حتى تذوب لينا داك الزبده مزيان مع الكراميل ديالنا. الكراميل البنات راه كيجي زوين بزاف، مابقاوش تحتاجو تشريوه، والله اللي دارتو في ظهرها ما بقاش غتحتاج تشريوه. غديروه ديروه في صدق لكم، غتبقاو ديروه دايما، راه زوين في صدق زوين، ماشي شي حاجه صعيبه، نتوما غتكون طارقه في الاخرى زوينه وسهله. هنا البنات بعد ما كتخلط لينا الزبده مزيان مع هذا الكراميل ديالنا، غادي نحتاجو كاس ديال الحليب، كاس ديال الحليب دافي. انا دفيتو البنات باش ميدارش لينا زعما ميدارش لينا بزاف يتكشكش لينا الفرد، كيفاش غنقول لكم. ها هو شتي انا دفيتو، دابا كنزيدو شويه شويه ونخرجو، حاولي نبعدو يدينا من الكاسرون ولا فاش كنصاوبو، فاش كنحركو باش متبقاش لينا العافيه. هداك السكر حنت واعر الا طار على اليد ديالنا ولا الوجه ديالنا راه صعيب. نبقى نحرك بحال هكايا حتى كنكملو الحليب كامل. صافي هنا البنات هدا هو الخليط، دابا غادي نزيدو واحد المعلقة ديال النشا البنات، غادي نديرو واحد شوية ديال الماء، أنا غادي نصاوبو معاكم. هنايا البنات درت معلقة كبيرة واحد شويه من الفوق ديال النشا، وجوج معالق ديال الماء، معلقه كبيره ديال النشا وجوج معالق كبار ديال الماء، خلطت فيهم هذاك النشا، خلطته مزيان، وغادي نزيدو على الخليط ديالنا، غادي نزيدو صافي. كنبقى نحركو حتى يتفاعل لينا مزيان هذاك النشا مع هذاك السكر مع الزبده، المهم حتى يتخلط لينا مزيان، تيبدا يطيب صافي. نحيدو ونطفيو عليها، من بعد نرجع معكم، انا نبقى نحرك فيه شويه ونرجع معكم مزيان. صافي البنات الكراميل ديالنا هو طاب، هانتوما كتشوفوا واخا كيبان لكم هذاك الحبيبات، الا بقى لكم هذاك التكتلات راه ديال الحليب، راه الحليب اللي كيدير بحال هكا، وكنطحنوه بميكسور، اللي عندها الميكسور، اللي ما عندوش اللي عندها هذا طحن به، اللي ما عندهاش تخليه يبرد حتى يبرد، وديروا طحنوا في مولينكس، طحنوا في مولينكس وتردوا الكاسرون وديروا عاود يدفى، ديروا حتى يدفى ثاني مزيان وعاد تحطوا. يلا صافي البنات هذا طاب، غادي نطفوا عليه صافي. ها هو الكراميل ديال البنات راه كيجي زوين البنات، بالنسبه اللي باغا تذوق به الكيك ولا باغا المهم تذوق به اي حاجه، الكراميل كيجي زوين وكيجي عقد. هذا ديريه زعما الكريب، ديريه بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الحوايج تخدموا به، راه كيجي زوين وما تحتاجوش البنات تشريوه. ها نتوما الا تبعتوا الطريقه اللي قلت لكم راه ما غاديش تحتاجوا مازال من اليوم، ما بقاش غتحتاجوا تشريوا الكراميل. ما عارفين الكراميل شحال داير، الحك ديالو شحال داير، كيجي كيكون غالي والله يحسن العوان، حنايا راه ما كنقدروش نشريو بزاف ديك الحوايج الغاليين وداك الشيء. هذا لهذا الاحسن نصاوبو حوايج في ديورنا بحال هكا، راه ما صعيبش، ساهل ساهل بزاف تصاوبي، والبنات راه كيجي بنين والله، حتى كيجي زوين زوين بزاف وساهل. صافي دابا الكراميل ديالنا نحطو على الجنب يبرد، وغادي نصاوبو الكريمه ديالنا ديال الجينواز ديالنا. هنا البنات غنحتاجو باش نصاوبو الكريمه ديالنا، انا جبت هاد الكريمه هادي، انا شريتها البنات غير من الباتيسري، من عند المحلات اللي كيصاوبو الحلاوي، هي منين تما منين جبتها ديال العبار. وهنا البنات راه إطرو، وإطرو كيدير 20 درهم، زوينه كنشريوها من المحلات ديال الحلاوي. هنا حيت هذه مسوسه غادي نحتاجو ليها السكر، غادي نحتاجو السكر كلاصي او السكر الثقيل، انا هنا درت 6 المعالق ديال السكر. دابا غادي نبداو نطربوها، والسكر البنات على حسب الحلاوه، على حسب اللي بغيتو غديروا السكر وتذوقوا، الا كانت الحلاوه اللي بغيتو غتخليوها عليها. انا كنديرها مويه، انا شويه ما نديروهاش ما بغاش نديرها حلوه بزاف، انا درت هنا 6 المعالق، وهنا راه إطرو. بسم الله غادي نبداو في التحضير، غادي دابا نطربوا
البنات غادي نبدا نزيد السكر، غادي نزيد السكر شويه بشويه ونبدا نطرب. غادي ندير 3 المعالق نطرب شويه وعاد نزيد 3 اخرين. غادي نزيد هاد 3 اخرين صافي، وغنبقاو نطربو الكريمه ديالنا حتى تطلع لينا مزيان. وكنبقاو البنات كنطربو وكنبقاو على اتجاه واحد، ما نبقاوش ندورو هاك وندورو هاك باش طلع لينا الكريمه ديالنا، باش طلع لينا مزيان نبقاو ندورو على اتجاه واحد. صافي غنبقى كنكمل الكريمه ديالي ونرجع معاكم. ها هي الكريمه البنات كيفاش طلعت، هانتوما شفتوها حاقده يعني ما كتبقاش سائله. هانت كنديرو هكا صافي بقات يعني واقفه. دابا غادي نسخرو على الجنب وغادي نجيب هاد الاخرى. ها هي راه هاد اللي شفتوها معايا قبيله راه قسمتها، خرجت لي هاد الكميه، راه كتخرج كميه لاباس بها. ها هي شفتو، دابا انا هادي غنحطها على الجنب، وهاد الاخرى انا غنزيد فيها الكراميل، نزيد فيها صلصه الكراميل البنات. هيا اللي باغي يزيدها يزيدها فيها، انا داكشي علاش نقصت السكر شويه حيت غنزيد فيها الكراميل. غنزيد دابا في هذه وغنزيد في الاخرى صافي، وغنطربها تندمج هاد الكراميل مع الكريمه، كتعطيها واحد المذاق زوين البنات. صافي البنات ها هي الكراميل اندمج ليا مع الكريمه. صافي غادي نسخرو على الجنب وغادي نزيد الاخرى، غنزيد فيها حتى هي الكراميل وغنرجع ونرجع معكم. ها هي الكيكه ديال البنات، الجينواز ديالنا كيقولوا هي طابت. دابا غنخليها نتوما شفتوا نتوما راه رطبه، غادي نخليها شويه حتى غتبرد، حتى تبرد حيت باقا سخونه، عاد غنرجع معكم باش نقدوها. في البنات هي الجينواز ديالنا كيفاش كتجي، انا قطعتها هانتوما. دابا انا ما داك المقطع البنات اللي قطعتها راه لقيتها سميتها لك ما تصوراتش ليا، اسمحوا لي ما تصوراتش ليا داك المقطع. المهم ها هي انا قطعتها على 3 هانتوما، قطعتها راه صغيره رقيقه هانتوما، السمك ديالها راه رقيقه. المهم ها هي غادي ندوزوها دابا نحيدوها هكا، وغنجيبو غنجيبو فاش نمونطيها. غنمونطي الحلوه ديالي. هنا البنات غنحتاجو القهوه السريعه الذوبان، القهوه السريعه الذوبان والماء، الماء طيب غنخوع المعلقه ديال القهوه السريعه الذوبان نسكافي، وبسم الله غادي نبداو نسقيو بها غادي نسقيو بها الجينواز ديالنا. بسم الله غادي نسقيوها البنات مزيان باش تجينا. المهم على حسب كل واحد كيفاش كيبغي الحلوه، واش تبغيوها تجيكم رطبه مزيان ولا ما كتبغيوهاش. المهم على حسب، اللي كيبغيها تجي رطبه مزيان يسقيها مزيان، انا كتعجبني نسقيها مزيان يعني كتحسي بها رطبه في وسط الكريمه وهذا كتجي زوينه. كنسقي الجناب صافي، كنسقيوها مزيان وغادي نجيبو الكريمة. بسم الله نحطوها عاد نسقيوها حتى هي. بسم الله نحاولوا نقطعوها وغادي نسقيوها. كنزيد ندير لها الكريمه. انا البنات تبقى الاولى درتها لكم غير بهكا بعشقان، ها بغيت نبسط لكم الامور اللي ما عندهاش هاد الجيب الحلواني بحال هكايا بحال هذا. هادو راه خاص حتى هما زوينين وكينفعونا في الدار صافي، كنعمرو كندير بيه.
يعني عادي غتخدموه غير بالمعلقه اللي ما عندهاش هذا، ديروه غير باي حاجه عندك في الدار غتخدمي بيها يعني عادي، حيت الكريمه كتكون ماسكه هذه الكريمه. صافي كنورقو عليها مزيان هكايا، ويمكن نبركوها هكا عشوائيين انت هتجي على الوسط. صافي كنوريكم مزيان البنات، صافي كنديرو كمية لا بأس بها في هذا. وهذه البنات سميتو الوجه اللي كيكون مقاد زوين هو اللي كنجيبوه الفوق، هو اللي كنديرو الفوق، والسقوة كنديروها من الوسط. السقوة غنديرها دابا من هن وعاد نقلبها نحطها، هانتوما غتشوفو أنا غادي نسقيها. عرفت واش شداني الكاميرا ولا لا؟ صافي غادي نشدو هذا دابا ونقلبو ونحطو هكايا. ثم البنات اللي بغات تحيد ليها هاد سميتها من الفوق الشرع، انا ما حيدتهم حتى حاجه، هاد العيبات هذا بغات تحيد ليها من الجناب تحيدهم، انا ما حيدتهم خليتهم هكا كما هما. صافي البنات هي الجينواز ديالي الحلوه ديالي، هي صوبتها من هذا الطبقات. دابا غادي نحاولوا نقادوا ليها الجناب، نغلفوها بالكريمه كلها. دابا البنات غنحاولو نقادو هاد الجناب بحال هكايا، نضوع عليهم الكريمه هكا صافي، ونجيبو شي حاجه باش نقادوها من الجناب، اللي كان شي معلقه ولا شي بحال هكا شي اداه هكا رطبه، شي موس كبير ولا اللي عندها شي حاجه دير بيها. انا باش نقول لكم شي حاجه اللي ما كتكونش في هذا، يعني داكشي عادي اللي كنخدمو بيه في ديورنا. هانتوما غتشوفوني دابا كيفاش غنخدمها. المهم هاد لاكريم بعدا كاين كتحكموا فيها راه كتجي زوينه البنات، انا راه ديما كنقلب لكم على حاجه سهله، احسن من كريم شونتي هادي. غادي نقادو بحال هكايا هاد الكريمة، غادي نحاولو نلبسو الوجه ديال الكيك ديالنا كامل بحال هكا. هانتوما البنات تخدموها بحال هادي، هانتي راه شي حاجة ساهلة، ها المعلقة، المعلقة تخدمو بيها. ديروا البنات على شي طبسيل بحال هكا كيدور باش تحكموا فيها. كنجيب الكيك، انا غنستمر بحال هكا البنات نقاد الكيك ديال كامل من الشنا ونرجع معكم. ما كنبغيش نخلي الفيديو يبقى طويل بزاف كتملوا، تجيو تفرجوا في فيديو تلقاوه طويل كتملوا. صافي البنات الحلوه ديالي انا قديتها، هانتوما البنات باش قديت هاد الشناب هذا. صافي دابا غادي نهز
نجيب الحلواني وغادي نجيب الحلوى ديالنا من الجنب هكايا وغاديه باش تجينا مقاده. هانتوما البنات هادو راه غير خاصه البنات 260 دايرين شري وكينفع هكا في بزاف ديال الحوايج هكا. هاد الكريمه وهاد الكريمه راه زوينه البنات كتنفع حتى هي تعمروا بها سميتها كرواسه ولا المهم شي حاجه بغيت تعمروها بالكريمه راه تصاوبوها تعمروها بهذا. غنحاول نقاد الجناب الفوق بحال هكايا غادي نحاولو نجيبو هادي هكايا بحال هكا البنات غادي نقادو نحاولو نغطيو هاديك الجنيبات في اللول اللي باقي معريين بالكريمة باش ما تهزش لينا داك الفرتيب ديال الحلوة ولا باش تخسر لينا الديكور ديال الحلوة ديالنا بحال هكايا صافي. وكنحاولو نقادوها بحال هكا بأي حاجة عندنا هكايا بالموس شي موس هكا كبار بحال هكايا ولا اللي عندها داك سميتها داك ديال الحلوة داك الموز ديال الحلوة ديال المحلابات اللي كيخدمو فيه المحلابات كيخدمو بيه. أنا عاودت لكم دابا الحاجة اللي ساهلة تخدمو بيها زعما أي حاجة عندكم في الدار تخدمو بيها. دابا غنبقى بحال هكا تنقاد الحلوه ديالي ونرجع معكم. هنايا البنات غادي نديرو الكراميل اللي صوبناها نتوما رشتوني. بغيت نقول لكم واحد الحاجه البنات اللي باغا تزيد شي حاجه من وسط الطبقات مثلا بغيتي ديروا هاد الكراميل غديروه وغترشوه هكا وسط من ملي ديروا شويه لا كريم وديروا شويه هذا وديروا ليها كاوكا ولا اللوز ايفيلي ولا اللوز كونكاس مهرمش راه كيجي يزيدها زعما المذاق احسن تاني. انا بغيت نديرها لكم هكا سامبل حلوه عاديه نفرحوا بها وليداتنا ونفرحوا بها حتى حنايا مالها علاش لا. صافي دابا غادي نديروا هاد الكراميل هانتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي نزينها به. غادي ندير ليها بحال هكا غتجيني دميعات من الجناب نبدا نديرو هكا شويه بشويه هكا من الجناب هو كيبدا يهبط بوحدو يجينا هذوك الدميعات من الجناب. المهم انا درتها لكم على الطريقه واللي بغا دير هكايا سوق هكايا الشوكولاط من الجناب بيرميسيل ولا لوز ايفيلي ديرها ليها هكايا من الجناب. المهم كل واحد زين راه كيبقى اختياري لكل واحد كما كنقول لكم دائما كل واحد يزين على طريقته. انا دابا درتها على الطريقه وانتم ديروا من عندكم اللي باغا دير شي حاجه اخرى ديرها. المهم عطيتكم على فكره وصافي. دابا انا غادي ندير صافي بارك علينا من هذا تنقادو دابا الجناب غادي نجيب صافي البنات. دابا انا جبت الكريمه اللي بقات عندي غادي نديرو بها شويه شي زويقات هكايا صافي البنات كنديروا على هذا الشكل كنمشوها صافي كنخليوها هكايا
نتمنى الناس كما كتشوفوا. دابا غادي ندير، دابا نجيبوا اللي بقى عندنا في، معرفتش كتبان في الكاميرا ولا لا، غادي نجيبوا نجيبوا اللي بقى عندنا ديال الكراميل، غادي نديروه هنا الوسط، نديرو ليه بحال هكايا، نغطيوها كاملة، نغطيوها من هاد البليصة كاملة، نحاول نقادو بحال هكا بمعلقة، صافي البنات كنعاودو كنقادو هاد الكريمة بعشقة ونرجع معكم. صافي البنات هاهي الكيك ديالنا كي جات، هاهي راه جات زوينة البنات. المهم نحطها شوية، ندخلها شوية التلاجة تبرد شوية، ومن بعد نقطع معكم الطرف باش تشوفو كي كتجي من الوسط. صافي البنات هاهي الحلوة ديالنا بعد ما بردات شوية، نقطعو منها الطرف، نقطع لكم الطرف باش تشوفو كي جات من الداخل، من برا نتوما كتشوفوها راه كتجي زوينة البنات بزاف، واقتصادية، أنا كنقولها ونعاودها اقتصادية ساهلة. بسم الله، نتمنى تعجبكم البنات الوصفة وتجربوها وتردوا عليا في تعاليقكم، وكنتمنى تجربوها كما قلت لكم راه كتجي زوينه وتجي اقتصاديه، يعني هانتوما البنات كيفاش كتجي، كتجي زوينه البنات. وكما قلت لكم راه اقتصاديه البنات، كتجي زعما ساهله، تحضروها لوليداتكم هكايا تفرحون بهم ونفرحوا بها حتى حنا، علاش لا. كما قلت لكم البنات اللي باغا تزيد شي حاجه فوق هاد الكريمه، شي فواكه ولا حبيبات الشوكولاتة ديرهم تزوقوا بهم من الفوق. المهم انا درت عليكم سامبل اقتصاديه ساهله، ما تحلوش معاها، وكنتمنى تعجبكم وتجربوها وضغطوا الجرس باش توصلوا بالجديد، وديروا لي البنات لايك وكومنتير، وشكرا لكم بزاف، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله ووصفة جديدة.